ما معنى قول أهل السنة رحمهم الله في القرآن إنه قديم النوع حادث الآحاد؟ ما قالوا القرآن يا أخي، يقول كلام الله، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. أما القرآن ما يقول أنه قديم، يقولون حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن من أفراد كلام الله عز وجل، من أفراد كلام الله ومن آحاد كلام الله عز وجل، لكن النوع قديم، وهو أن الله يوصف أي أنه يتكلم من الأزل. نعم، خلي يقول القرآن قديم مثل السفاريني وغيره، أنا خطأ. القرآن ما يقال أنه قديم، يقولون كلام الله القديم، هذا غلط. القرآن ليس قديما، بل هو محدث ومنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.